لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: طلب عاجل من الوداد الرياضي للجامعة الملكية المغربية قبل مواجهة حسنية أكادير، تدخلات جديدة داخل النادي الأحمر لإعادة سفيان المودان لتدريب الفريق الأول، نادي شباب سوالم الرياضي يدخل في مفاوضات جادة لضم مهاجم الوداد الرياضي، الزمالك المصري يعلنها بخصوص يحيى جبران للتعاقد معه بالميركاتو الصيف القادم، لاعب من العيار الثقيل يؤكد توصله بعرض من الوداد الرياضي لتعزيز صفوفه بالموسم الرياضي القادم. رسل فريق الوداد الرياضي الجامعة الملكية المغربية من جديد لطلب الاستفادة من لاعبيه في المقابلة القادمة ضد نادي حسنية أكادير المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، والتمس النادي الأحمر من الجامعة الملكية المغربية السماح للاعبيه بمغادرة التجمع التدريبي للأسود اليوم الجمعة، وذلك حتى يتسنى لهم السفر مع الفريق الأحمر إلى مدينة أكادير يوم غد السبت. وسيكون الفريق الأحمر في ورطة كبيرة في حال رفض الناخب الوطني التخلي عن الرباعي الودادي قبل مواجهة منتخب بوركينا فاسو، حيث سيتعذر عليهم إيجاد رحلة جوية للمشاركة رفقة فريقهم في المقابلة ضد نادي حسنية أكادير يوم الأحد القادم. وقرر الوداد الرياضي السفر إلى مدينة أكادير يوم غد السبت، بينما يلتزم كل من أيوب العملود وأحمد رضا التكنوسي ويحيى جبران والمهاجم أيوب الكعبي بالمشاركة مع المنتخب المغربي في المقابلة الودية ضد منتخب بوركينا فاسو. كشفت بعض المصادر أن المدرب التونسي فوز البنزرتي يتجه للسماح بعودة لاعبه سفيان المودن إلى التدارب الجماعية مباشرة بعد نهاية المقابلة التي سيخوضها الفريق الأحمر ضد نادي حسنية أكادير يوم الأحد القادم. وأوضحت المصادر أن تدخلات من بعض المسؤولين داخل الوداد الرياضي قد تعجل بعودة اللاعب سفيان المودن وتذويب الخلاف القائم بينه وبين الطاقم التقني للفريق الأحمر، وطالبت مجموعة من جماهير الوداد الرياضي من المكسب المسير بالتدخل من أجل إنهاء الخلاف القائم بين اللاعب سفيان المودن والطاقم التقني، وذلك من أجل الاستفادة من خدماته خلال المباريات المقبلة، كما أن عودته للفريق الأول تخدم مصلحة النادي الأحمر في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم الكروي الحالي. كشفت اللجنة المركزية للتحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية اليوم الجمعة عن الطاقم التحكيمي لإدارة المقابلة بين الوداد الرياضي وحسنية أكادير برسم أجل الدورة 19 من البطولة الوطنية الاحترافية. وأسندت اللجنة المركزية للتحكيم مهمة إدارة قمة الوداد الرياضي وحسنية أكادير لحمزة الفارق كحكم رئيسي في الوقت الذي سيتكفل الحكم سليمان العطيفي بمراقبة غرفة الفار، ويسعى النادي الأحمر للخروج بنتيجة إيجابية ضد نادي حسنية أكادير من أجل الحفاظ على صدارة البطولة الوطنية، حيث يحصل المركز الأول برصيد 44 نقطة ويبتعد بفارق نقطتين عن غريمه الرجاء الرياضي الذي يحصل المركز الثاني برصيد 42 نقطة. يسير مسؤول نادي شباب سوالم الرياضي أحد أندية القسم الوطني الثاني في اتجاه فتح باب المفاوضات مع فريق الوداد الرياضي، وذلك بخصوص احتفاظه بأحد لاعبيه الحاليين. وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة فريق شباب سوالم الرياضي الذي بات على بعد خطوة واحدة من تحقيق الصعود إلى قسم الكبار ينتظر انتهاء الموسم الكروي الحالي، وذلك من أجل حسم مستقبل اللاعب هيثم البهجاء المعار إليه من النادي الأحمر. وأكدت المصادر أن رئيس نادي شباب سوالم الرياضي ربط اتصاله بنظيره سعيد النصيري في وقت سابق بشأن استعادة اللاعب المذكور، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الطرفين تمضي في الاتجاه الصحيح، وجاء ذلك بعدما ساهم اللاعب هيثم البهجاء في تحقيق نتائج إيجابية رفقة نادي شباب سوالم الرياضي بالموسم الكروي الحالي. تنتظر الجامعة الملكية المغربية القرار النهائي من الاتحاد الأفريقي الكاف بخصوص موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك لإغلاق مركب محمد الخامس الذي يستضيف المقابلة النهائية لإخضاعه لبعض الإصلاحات حتى يكون جاهزا لاستضافة المشهد الختامي للمسابقة القارية. وكشف مصدر مسؤول أنه سيتم إغلاق مركب محمد الخامس قبل أسبوع من المقابلة النهائية. وحدد الاتحاد الأفريقي الكاف مبدئيا يوم 17 من شهر يوليوز القادم لإجراء المقابلة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بمركب محمد الخامس، وسيكون فريقي الوداد والرجاء مطالبين بإيجاد ملعب لاستقبال مبارياتهما بعد إغلاق مركب محمد الخامس للإصلاحات
خصوصا أن الجامعة الملكية المغربية سراهن على توحيدها لسوقية المباريات في الجولات الخمسة الأخيرة من البطولة الوطنية. تسعى إدارة الزمالك المصري إلى التعاقد مع لاعب خط وسط ميدان الفريق الأحمر يحيى جبران خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة التي ستنطلق الشهر القادم. وفرض إقصيراب راحل التونسي فرجان الساسي لاعب خط وسط ميدان الزمالك المصري بنهاية الموسم الحالي تحرك إدارة هذا الأخير بشكل مبكر لتعويضه بيحيى جبران. وكشفت بعض المصادر أن الفريق المصري وضع مجموعة من البدائل المطروحة والمنتظرة لتعويض راحل فرجان الساسي في الموسم المقبل، ومن بينها يحيى جبران لاعب الوداد الرياضي. وتجدر الإشارة إلى أن يحيى جبران يقدم مستوى جيد هذا الموسم مع فريق الوداد الرياضي، مما جعل مجموعة من الأندية ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. أكد حمزة خابة لاعب أولمبيك أسفي توصله بعروض وطنية وخارجية بعد تألقه مع فريقه في مسابقة البطولة الوطنية وكأس محمد السادس للأندية. وأكدت بعض المصادر في وقت سابق خبر توصل حمزة خابة بعرض من الوداد الرياضي والمغرب الفاسي إضافة إلى عرض من النادي سواقسي التونسي. وقال حمزة خابة لاعب أولمبيك أسفي بأن جميع العروض المشار إليها صحيحة. ويذكر أن المدرب التونسي فوز البنزرسي كان قد عبر عن إعجابه بالمستوى التقني لحمزة خابة، حيث طالب من مسؤولي النادي الأحمر الدخول في مفاوضات مع نادي أولمبيك أسفي لضمه بالميركاتو الصيفي القادم.